أبناء الأعزاء، طلاب كلية التجارة التعامل والمبنى، برنامج التعامل والمبنى، شعبة الحاسب الآلي والتكنولوجيا المعلومات، مشروع الحاسب الآلي البيت، المستوى الرابع فصل الدراسي تاني. عايزين نقدم المشروع. أنت طبعا عارف إنك أنت عملت مشروع ألف في فصل الدراسي السابق، ودلوقتي علينا إعداد المشروع ده. طبعا فريق البحث اللي عمل مشروع ألف هو نفس الفريق، مفيش أي تغيير ولا إضافة ولا حذف. المشروع هنعمل الامتداد بتاعه اللي عملناه في ألف والجزء النظري، ودلوقتي هننفذ المشروع بتاع ب بنفس الفريق وبنفس الليدر وكل حاجة زي ما هي. طبعا في بعض المشاريع بتتناول صفحات نت، وبعض الآخر بتتناول قواعد بيانات. دلوقتي أنت عشان تعمل المشروع ب، أول حاجة هتعمل الفصل الأولاني اللي هو بيستعرض ملخص ليه اللي تم فيه المشروع ألف، أساس اللي هيقرأ المشروع ب يبقى فاهم اللي كان قبل كده. انت على سبيل المثال طلب منك البحث المطلوب منك اعداد قاعده بيانات، كنا هنستخدم اكسس 2016، يبقى الفصل الثاني هيعرض المهارات بتاع استخدام اكسس 2016 بغض النظر المشروع بتاعك كان قاعده بيانات مستشفى او قاعده بيانات مدرسه او قاعده بيانات كنترول او اي قاعده بيانات. يبقى انت بتعرض لي ماده علميه، بحيث لو انا خدت الشابتر رقم 2 ده وحبيت اعمل بيه دوره تدريبيه لتدريب الطلاب على استخدام الاكسس، فهذه المادة العلمية تصلح لهذا، وتبعد عن أي حاجة لها علاقة بالمشروع بتاعك. يبقى أنت بتتكلم عن الأكسس بس من خلال الشاشات بتاعته، طبعا بتاخد سكرين شوتس وتحطها لي وتشرح كل شاشة، بحيث لما أقرأ الشابتر ده لو أنا ما عنديش فكرة عن الأكسس آخد فكرة عن الأكسس. الفصل اللي بعد كده اللي هو الفصل الثالث، أنت هتعرض لي فيه مهارات استخدام برنامج الأكسس لإعداد قاعدة البيانات بتاعتك. على سبيل المثال هتقول لي اول حاجه هفتح تيبل، تقول لي يتم الضغط على كذا لفتح ايه تيبل، وتقوم لاخد سكرين شوت للتيبل ده. لما تيجي تدي امثله ادي امثله باسماء الفريق بتاعك، يعني دخل بيانات الفريق بتاعك، ما تروحش تجيب السكرين شوتس من النت وتحطها لي، خد السكرين شوت ودخل اسماء الفريق بتاعك، عشان لما اخد السكرين شوت واشوفها في البحث الفريق بتاعك فيه فلان وفلان وفلان الاقي اسمائهم معاك، يبقى انت اللي عامل هذا المشروع. طبعا هتعمل سكرين شوتس وتحطها لي، كل صوره لازم تكتب الصوره ديت بتنفذ ايه. طب الهدف من الشابتر ده ايه؟ لو انا خدت الشابتر رقم 3 ده وقعدت على الكمبيوتر ومشيت ورا الخطوات اللي انت عملتها خطوه بخطوه وشفت السكرين شوتس اللي انت عاملها شاشه بشاشه، هقدر اطلع نفس البرنامج بتاعك. انا عايز تفصيل كامل لاعداد القاعده بتاعتك. الكلام ده طبعا سواء كنت بتعمل صفحه نت او بتعمل قواعد نت. طبعا هيبقى التواصل معايا من خلال ده، كل ما تجهز الشابتر هتبعته لي، الليدر هيبعته لي وانا هحط الكومنت عليه وارد عليه على اساس ان احنا يبقى فيه متابعه بعد كده.